سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلكم الله بالخير. اسد الناس كلها زعلان تقول اسد نحن ما نسمع يتكلم. ها اسد بلاك ما تتكلم. ليش ما تسوي كلام انت؟ كلام هي وين الكلام؟ انت اسد اونك بس حق علي وصلاح. صلاح يتكلم وعلي يتكلم ولا باجي ابوي ما يتكلمون. الف هنا وشفه يا حق علي. انت تخيل كل تصويرك اللي تطلع انت فيه كله تاكل. ليش؟ ايش السبب؟ مريض. يمكن الوحي بينزل عليك ساعه الاكل. استغفر. شو صلاح؟ انت حلول. زين حبيبي ترى هرمونات زايده عندك. حلول؟ يوم هرمونات زايده تطلع اللحية بسرعه. انت فقرت مش هرمونات. طيارة ان شاء الله. انت بتحلق صلاح؟ خليش يا بابا. متى؟ وشي طيارة. وينك وين الطيارة؟ نحن بعدنا خمسة أيام ستة أيام. شو؟ وايد. هي وايد. نحن جايين يومين. طريق سبع ساعات نجلس يومين ونرد. زين أو إني بخبركم ونسيت أقولكم المطعم البارحي اللي نحن كلنا فيه هذاك ترى أبوي يقول لك حتى الملك بكبره يأكل عندهم. الملك بكبره هو حاشيته. أنا ما كنت أعرف يتني جميع المسجات وعقب قالوا لي والله هذا من أهم المطاعم اللي فيه هالبلاد وطرشوا لي رقمه. قلت أبوي الباحي ما أكل فيه. قال أبوي هذا هو اللي يأكل فيه الملك. مش قضية سهر اللي بالصدفة. قضية أني أنا من كم من سنة أكل عندهم واتضح أن نفس اللي أنا سيله هو اللي يأكل عندهم الملك مالهم. زين لحد يسألني شو اسم الملك لأني اسم الملك ما أعرفه. الملك التايلندي. انزين شو بقولكم بعد اليوم نسيت. ترى احنا هواي تاخرنا في الظهره شرط كل يوم. زين بنسير الله يسلمك اليوم الام بي كي. ايوه نتشرى. شو رايك عزيز؟ ما تبي تاخذ هد؟ شو صراحه شو تبغي؟ هذا ايه ان شاء الله حبيبي. تدري شو يقول؟ يقول عايز اروح المستشفى. المستشفى حق الاخراي. هذا فيك ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله حق بنت ابوك خديه. بس انت عندك اخت وحده. ليش بس خدية والباجيات ما بتاخذ لها ابوك؟ انت غنوان كله غنوان. مزمار الموز صح؟ عايز اسكب الحين. كل القرطاسة كل القرطاسة بعد شو تريا؟ ما عبا. انزل جوا كوباية. ها؟ فاضل حبة وانزل واقلع جوا كوباية وانزل جوا طلع لي جوا. يا ربي ما اقول عنك شيء. نعمين. انزين الطوم تبغي الفناي اللي اخذنا منها البارحة. ايه. شو رايك؟ مشكل. ماشي مشكل؟ ايه. حبيبي بعد ما عندك ده. زين شو الحين قلت؟ زين؟ زين. خشم. الخشم؟ كم واحد بتاخذ لها؟ جميع الالوان. الله. خلي ولي. كم واحد؟ بوك. من البوك؟ ايه. زين بناخذ ابواك لكن يبون تيشيرتات ايه من هالقطن. هذو مشكلة. ماشي مشكلة؟ ان شاء الله. حبيبي بعد دندق ويكفي دندق. شو صراحة؟ داندا مو كافي. لا داندا كافي حبيبي. لا بس عيد. لا جايب لا تلبي جايبين جايب داندا وحدة صبيرة أنا. مشكلة. السلام عليكم سيد. خالد الخالدي ها؟ خالد الخالدي. هني أبو محمد في السيجنتشر بنجرب الغداء اليوم. شو تسوين أم سلطان؟ آخر عشاء. خصينا كله عني؟ هذا شو هذا يدخنون الدي أي أبو محمد ولا شو؟ هذا أخوين مدخل الفندق. احنا أخوين ياسيقهم صراحة الحينة. الحرم عدال هذا النساء. وراه مغطي عليه الحرمة كان. هاي لسه ما تصورت لكم إياها هنا. هاي مرة مشاهدة الممشى. شفتوا هالممشى؟ هذا عسبتي أفضل الفندق هذا. تمشي الجسر هذا ما تحتاج إنك تمشي على الأرض. شوف هاي الأرض تحت. والجسر هذا فوق. هذا طوله ما أدري كم كيلو متر معلق. من أروع ما يكون. ففي مداخل بين الجسر هذا المعلق وجميع المولات. وانت ماشي لين اخر الدنيا كلها وجميع الفنادق الفايف ستار كلها في هالمنطقه. وانا احب حسب صلاح يعني ان احب اني امشي في الاماكن اللي ما فيها زحمه. شو تريد الحين صلاح؟ شو زين بنثار خارب الفرب كوفي. شو رايك؟ يلا فهل تسور. ها هذا واحد مال لواد وين يمشون وفوقه مال قطار وفوقه بعد مال قطار. شو بقول لك بلادهم مرتبه من اروع ما يكون. هذا اخوين اللوبي وين نروح نحن ياسين قوم صلاح. وهذا فوق بعد من غير وتحته واحد غير وبعد تحته مطعم ايطالي. شو أقول؟ وعلى فكره شيء مكان بعد ها مثل النفق
يدخلك على الممر ها من فوق من فندقنا لين الممشى ويمشي بك وانت سايق. مستحيل تلقطون مول يكون عادي مستحيل. صلاح شوف الصبح صبح هي هي بعد زين باش مبندين حبيبي لا الصبح صبح مبندين السبت السبت لحد لعب ها صلاح آه. شو مزبوط 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 هذا وين كنا تونا تحت وهذا فندقنا وهذا الممشى ها آه. ما تشوف هذا بدكتين اخرت باليد هذا نحط طريقنا كل يوم خري مري خري مري سايرين جايين على هالطريق وين بنصير لان النش مخرين وحد من العرب من يظهر من بلاده ظهرت من بلادك اول ما توصل لبلاد الاجنبيه اول ما يسال عن شو شيء مطاعم عربيه يعني يحسس كانه ظاهر من وين من بلاد ما فيها لا اكل ولا شرب ولا مطاعم تراك ظاهر من البلاد كلها خير وخضره اول ما يسالون شيء مطعم هندي شيء مطعم لبناني زين لبناني والهندي في كل مكان وين ما تصير في ابو ظبي في الامارات كلها حد من العرب يقول والله الاكل التايلندي ما يتشاهد اي نعم اكيد ما يتشاهد اذا انت بتاكله في مطعم ما يتشاهد وعند ناس ما تعرف تطبخ من اكثر البلدان اللي اكلهم يتشاهد هم التايلنديين الاكل التايلندي يستعملون احسن الاعشاب واحسن واكثر البلادين اللي طعمها اكلها سبايسي وفي حروره وبزار وطعمه غاوي هم هالتايلند في كل فريج طعم أكلهم يختلف خل قرية من فريج لين فريج من فريج لين فريج يختلف أكلهم عرف شو بتطلب وركز واطلب تجربة مش غلط انت ليش مسافر مسافر ابوي حق كل شيء تجلس تدور مطعم إيراني ومطعم هندي ومطعم باكستاني وطحنت الزمان شو تبغى جلس ابوي في بلادك عيل انت الله يبقى أكل التايلندي اللي ما يوز للأكل التايلندي هذا أكيد إنه يرب الأكل التايلندي لكن في مكان غلط الأكل التايلندي طعمه لذيذ وخاصة السيفود السيفود يعني أنا الحين ما ناكله سيفود يعني تسد كل السلطات تسد شوف ما شاء الله ياسف تشد جسمه إن شاء الله الدنيا كلها تعب تعب كلها ياسمين وحين اللهم لك الحمد عندك الانترنت تروم تتنقى وتعرف جودة الأكل وجودة المطعم وانت جالس في مكانك الصناعات اللي عندهم الحرفية والشيتات الشراشف الفود الأقطان عندهم أشياء ما تلقط والله يتوها حرمة من رواعي دبي تحلف تقول لي لا نحن ولا إيراننا ولا صدقاننا عندنا بيوت شقق في تايلند كل الأثاث اللي مأثثين ببيوتنا حتى لي في دبي مستلزمات ماخذينها من تايلند وما شاء الله عليهم ما عليهم قصير يعني يا غير الوادم طال الكواليتي الزين والشيء الموافق الشيء ما بطرة بس اسم على الخالي ها صلاح شو رايك هي قال هي من غير ما عش السالفة اللي تخبروني عن المطعم البارح اللي كلنا فيه في الليل ويا قوم علي يوم اعزر على علي يسرت سندويشات كلهن ابوي المطعم ما يسوالف شاف طعام على هالاساس لا حطيت اسمه ولا علمه ولا خبره مطعم ما يسوالف شاف طعام الله يعز النعمه شوف العالم شوف العالم يا ربي تدابه مكان العالم ما شيء ماركة ما تلقطها هيرمز لوي فيتون عزرائيين حنت الزمان كلها ها شو القطارات شو القطارات اللي فوق معلي وسنان واحد ساير شرق وواحد ساير غرب ها الدنيا ترقص من العرب ها يقول حج يا حاج هذا حج يا حاج يعشقون الملك عشق بيموتون عليه يشرقون به اسمه من حد يطري اسمه اشرقوا سبحانك يا رب شوف الانتماء
وحب ولاة الأمر هذا أنا أحس به شيء نوع من أنواع الولاء. حب ولاة الأمر وحب اللي يحبونهم ولاة الأمر أحس بنوع من أنواع الولاء، نوع من أنواع، نعم أكيد إنه نوع من أنواع الولاء. الإنسان اللي ما في ولاء لا في حكومته ولا في حكامه ولا شيوخه ولا هله، هذا الأخير تنفيه، هذا أبوي جهنم تطحنه، العين ما شافته، ليه ما يحب أبوي حكامه؟ كان عربي ولا يهودي ولا إنجليزي ولا أي كان. هي والله الكلام هذا ما بلنا نحن، في كل مكان نحن عندنا في الإمارات اللهم لك الحمد من النشأة من يوم نحن يهال، يعني تحس يعني من استوينا نحن ونحن تونا ظاهرين على وجه الدنيا. أهم شيء حب ولاة الأمر، حب ولاة الأمر مربايين على الموضوع هذا. نعم إن نتشرق بساميهم نشرق، من يطرون اسم الشيخ نشينا واتفين من الحب، هذا كله من المحبة والاحترام والوقار والقدر، لأنك أنت تحبهم لله فلله بالفطرة، بالفطرة تحبهم لأنك ربيت في عائلة يدك يحب المعازيب وأمهاتك ويدودك وعيالك وأخواتك، فكيف أنت ما تظهر شاذ؟ فاللي تشوفونه حين راح يقرقع وصدعوا ديانة، هذا عرفونا عنده انفصام في الشخصية، هل ما ربوه شرات العرب؟ سبحان الله طريقة عرضهم منتجاتهم شيء جميل في منتهى الروعة، وناعمين في كل شيء، في الترتيب في كل شيء، وما يخطف عليك واحد محوح ولا في ريحه ولا موهف ولا كشره، كلهم نظاف. ما شفت هذا اللي اقول بين السناتر، هذا حين سنتر وهذا سنتر وهذا ممشى ما بينهم، وهذا بعد شو اقولكم امورهم طيبه. هذا محل اظني خاص للطيارات هاي اللي منعوها الحين في الامارات عندنا، خيل كم اكبرها كبر الشر. عيالنا عندهم كلهم من هالاشياء صغيره، عيالنا عندهم غير هالحجم هذا ما شفته، هالمثل حد رابع ما تشوفه كم. هذا مثلا جهاز كم طياره من الكبار، يعني كم كبرها؟ شو بقول لكم حرات حقل البترول تحس بهم كبرها. هاي الصغيرونه ما تخلي شيء ما تسوي الصغيرونه، ما بالك هاي ابوك توصل حتى امريكا ظني، تصير تواجد تصور اللي تباه وترد. شو طريقه عرضهم؟ سمبل، شيء بسيط وغير مكلف لكن في منتهى الروعه. بس لو ما بهالعمود اللي بس هذا العمود، العمود هذا اللي خرب علي انا. لا انا اللي زين الدنيا زين الرحله، لا زانت معانيك. لا وما بعمود عادي، سنطوانة يا سيد والله صد، فرق بين العمود مسلة مصرية حد يسميه عمود، عمود يعني الإيداد، لكن قديما أي شيء من هذا يسمونه سنطوانة. سنطوانة يعني مثل خرسان القوية والله. فلان ما شاء الله مرتز رزية غير سنطوانة، سنطوانة هو العمود يعني خرسانة مسلحة مسلحة مسلحة. حسار حليت زعلان انت؟ مش عايش شيء. هذا حبيبي ايس تي، هذا شوكولات، هذا حبيبي انت كل يوم تشرب من هذا ما مزين لك، اليوم نغير. تغيير اليوم ايس تي. شو قلت حينه؟ اوكي؟ لا مش عايز. يا ربي منك يا صلاح. واحد ده شاي. تبوك ما تبغى صلاح؟ هو مش على مزاجه، مش طايق حد يكلمه، مش على مزاجه. تبغي شاي ولا شو تبغي؟ لحمة. لا عزة طلع ها؟ هذا الحبيب محمد بن عمير من هل أم القيويني على الله يحفظه، بعد جينا هني في البيكي، هب البيكي شو اسمه؟ هذا سيوم سنتر. هي بيخاوينا لين شو اسمه؟ أم بيكي شيء عاد ما مر يخاطف بك بين المولات، لكن هذا ما دل هنا علي. ايه قبض صلاح، خليك عدال صلاح، خلت الدار منك. هو مش طايق حد من ساعة ما جبت له شاي، هو مش طايق. الحين ما بلا تطمش وتتفرج انت، ما بلا تطمش تتفرج ابوي بك الوزن وانت مسافر. اي نعم ترى ما تنقز الا دخلت، هذا قاوي وهذا زين وهذا فنان وهذا جميل وهذا حلو، لكن عاد الوزن
ها تجلس عاد تدير عيونك هناك عند الميزان. ترى العيوز هب من خذها، العيوز ابوي من تفكك منها، كل غاوي وكل زين وكل فنان، لكن لا تنسون العيوز. لا تقول انك تدل كل مكان يا الانسان، الحين انا متى اي هالبلاد مليون سنه اول مره يظهر ادل هالمكان لك، يعني الله يسلم اني يعني من سيام سنتر وسيام باغون شيء ممر علوي يدخل، انا عاد لازم انزل على الارض وبين السيايير. شلكم ابوي ان طلع شيء مكان ابوي يدخلك ليه لمبيكي هذا ما اي والله لا بعيد ولا شيات لا انت عياد صلاح لا لا بعيد لا لا حبيبي ما بعيد نانا لا انت عياز غديت سبح مرة ثانية شو المشكلة شو صلاح حرام حرام تسبح مرة ثانية طبعا يخلص يتبري حرام بابا حرام جربنا اليوم محمد ما شاء الله عليه ويا صلاح انزين وخلاف يا سلام على محمد انزين حبي اخبرك عم ولكم الحين قلنا لك ويفارجنا الحين انت لازم نتفارق شو السبب كل دقيقة حد يوجفنا حريم وريايل وانت متفيزر ما بيننا ما يستوي يلا يلا محمد شايف الخاطر الله يلاجك ما بيننا ان شاء الله على خير يلا صلاح يلا نبعد انا محوط تعبان ها تعبان محوط شو صلاح اللي حمر شو حمر هذا حمر ابيض اي واحد وين اي لون تبه مالاتك وينها يلا بتتم باك هي ايت يلا فلوس فلوس ما لا اعطك بيزات كاملات حسبتن كم هذه بتردهن لها البيزات لا 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 عيد وبيه لا كنت حكيت عليه صلاح لا 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 خلي فلوس خلاص زينة شو صلاح ها ده ده انت 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 حلوة حلوة نمبر 2 نمبر 1 2 2 يا زوي سمعيني ولا لا اي صف انتي من اي امارة شو طالع اي ولا بي ولا سي شو اسمك انتي ما سمعت اميرة أميرة ولا ميرة؟ أميرة وأنت؟ والنعم هاي اسمها توتة؟ طريفة طريفة هاي طريفة طريفة هل اسم الغاوي يا حافظ على طرافي طرافة يا ربي معندها والله ودرتها تعالي طريفة تعالي هاي بيزات؟ عطوك عيدية؟ خيبة صراحة عيادي تيك حتى هني في بانكوك شكرا حبيبي شكرا عاد الحين ما بلت تبي تصوري وياي انا بعد اريد اصور وياك شو اسمك ها غلا غلا ما زين اسمك يا غلا صورنا بوش ترانا ها مرحبا مرحبا عشرات ادور حليل مو صغيروني خوالك انت منو خوالك قولوا قب من عليان اشوف ابوي دمه ترميثات فيك اوكي عليان سالي المحل هذا
هذا المحل بس الايس كريم. شوف العالم هاي كلها قابضة ليد وقبضنا سيد. ها محل رقمنا 205. هذا رقمنا 253. ما شيء باجي 10 جنان. بس انت هذه حياتك يا صلاح. ناقة عوامر وين ما يتمرحت. أخ عليك أخ عليك. قبض وياهم ليل. هذا المحل هذا مال اسكريم بالنعت كل شيء يبيعون فيه لكن بس اختصاص أكثر شيء هذا ها الاسكريم. العالم كله تعنعس بهذا. محل مال الايس كريم حد مطرشنا هلينا وسويت عليه كابتشر ويت عزب تو قالوا وايد فنان اسم اسمه افتري. شوف الله عليك المطعم هذا تعال يا خلاص اباله 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 رهانيبه. شوف هاي كل المطاعم اللي تشوفونهم موجودات هذه كلهم هنا فرع في لندن. عربهم بس اللي يصورونها. شوفوا بالله عليكم ها شوف كم مقبره كل هالعرب ياس تصور شيء غريب عجيب. اقولكم 90% من المطاعم اللي داخل موجودات في سيام باراغون اللي هم افرع في لندن. لكن في سيام باراغون روح من كل يعني في لندن مثلا تلقط من كل مطعم واحد في العاصمه كلها. في تايلند من كثر الزحمه في كل مول مطعمين. أهم شيء عندهم ثلاثة هايين واحد اثنين عند ستة ثيرد وان وان تو ثري. هذا أهم شيء الناس أكثر الطلب عليهم وسعرهم وافد يعني ثلاث طلبات كل طلب حق شخصين كل واحد هرم كم كبره 700 مالهم يعني تقريبا 80 درهم حقنا. شوف العالم كم كثرها عنده اللي خاري اللي تريون أكثر عن اللي داخل ما بياسين وكشون الدباب. بس متصوير هاي الطر شو اللي عيست وانا اضطر احط هالصور متبع نرمس متبع نسولف انا ابو كل صور الا ما ادري وين شو البلد وما في اني يعني حد يطرش لي صوره بيقولون لي تبويه انحيازي تظهر الحد وحد لا. شو صلاح شو شو بلاك انت ريا الثالثة عسى بنصورهن اصبر.
بشربها بشربها. صلاح وصل 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 وصل. يا سلام يا سلام يا سلام. ها صلاح صلاح تبع هاي بكبرها هالمتن هاي هاي هرم بتاكل روحك روحك ما فيك حيلة. صلاح شوي شوي عادة لا تستعين. والله شيء قمة في اللذة كانت تبون الصدق. صبر خلص اللي في ثمك وراد على هذا اول هذا وتنطع شوية لين تطعم تعرف الفرق وبعدين رد على هذا. ها لا احلى من ذا. انت اصبر انزين خلص الطعم اللي في ثمك ولاحج على هذا ويوم الفرق بقى لين عسب تعرف الفرق. يا لدوي اصبر اصبر اول خلص اللي في ثمك ولاحج فاضي وين اها فضل عن ابوي هالاسكريم هذا دمار دمار دمار. اي صلاح هردمت آت الدنيا آت يا ابوك شيء لا صار ولا استوى لا صار ولا استوى. يا زين شو ما زين همارك اسمه هذا هو عبد الجلبي ما في شو صلاح جود جود يلا بس عليك عليك لا 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 انت قول ولايتي لا لا جي صلاح باكر يوم بكون حرقود تبع اسد يجيبك هني روحكم زين ما في مشكله اجي معكم. شو تقول علي؟ نفس الفرع اللي عندنا في امبابه بيقدم كل الاطباق في امبابه بس الجوده اعلى. أيوة. الجودة غير عن هذه ها؟ لا أعلى أكيد أعلى ترى في مبابه أكيد ما شاء الله. بص يا أبو كلام الله اللي يلومهم لا ما الله من يلومهم هالعالم اللي طرشوا لي كابتشرات على المحل عاد أنا تخطرف قدامك كل صبح ومساء أنا مفهولي ما أكل حاجة. لكن السفرة هذه من بد السفرات تراها دمرانة 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 فقط في خاطري برايحة لا حول ولا قوة. هذا اللي مسوي لي كاب انا سويت عليه كابتشر اللي نصحني بالمحل هذا جزاه الله خير ما اعرف من هو شو مضاف عندي. المهم يلي طرشني العنوان مشكور كل الشكر لك والتقدير بارك الله فيك على الذوق الرفيع وعلى الشيء الفنان ويعلى الله يطول بعمرك ويحفظك انك نعتني عن هالمكان. صلاح ايه ايه علي علي لا لا اكره الله تهلوي انت تعرف حبيبي انت خلصت هذا الهرم كبره بس عليك حبيبي كان كم كبره بس الحين بروح ما تبي تتغدى زين انا اصبر اهضم شوي. ابوكم انا تخطرف عليه ساير جاي المحل هذا ما كنت اتوقع انه بهالجوده شيء فنان في خاطر هم ينن العالم والله هذا في خاطري ينة العرب هذه ينة ان العالم يعني ساير جاي عليه سيدات لا والله لا ما بالاسكريم هذا اللي سجيع يضرب في الضروس غير المونة ما نتزخه تفتت في الفم. شفتوا الثلج المبروش الثلج المبروش غير ثلج مبروش طعمه لذيذ غير المونة. انا بقول ها نوع بيحط لك عليه فراولة وقطع فتح ايه؟ ونوع قطع شوكولاتة من جوا ونوع في جيلي كولا ايه؟ قطع جيلي كولا ايه؟ وكلهم لذيذ كلهم شو؟ أطعمتهم جميلة زي اللي فين؟ قليل زي شو؟ قليل زي اللي فين؟ في البه خلنا عاد الحين نقسم مع الفواكه ألم ما تشوفوا شيء يعرف وشيء ما يعرف فواكه عندهم شيء غريب عجيب خيب 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 فملو كم بصور كم بصور وكم برويكم وكم ها شوف الفندار روح هاي سوال اساوي ايه حافظ على مكينة الفندار اسميك يا الفندار طايح عند عرب ابوي يعرفون قدرك ما بنحن اليونية بعشر ربيات ها بالحبة وكان اكتبه اي والله له قدر وشان
له قدر وشان فندان. يا سلام سلم على الفندان. سد كل هذه ها كل شيء مخالف ما شاء الله يقوم الخوخ ها. شو اقول لكم ها الكرز شيء بورنج وشيء بورنجي هاي يسمونه الاول بخد وخد خد حمر خد حمر وخد اصفر يسمونه بخدين شيء نبج بعد شراته حيده في الحسا يسمونه بخدين ها هاي لا تقول ما قاضت تايلاند قاضت ابوي ها يا هم القيض يا هم ها. يا سلام يا سلام على لدري ولا شيء يفخم عنه لا في اوروبا ولا غير اوروبا ها ها صلاح شفت لدري مال مقبره هذا ترى في نفس المول اللي الباح اخذنا منه وكلناه هيك ساعه ونحن واقفين هذا محل ثاني للمبيعات وهذا ها بعد مكان يلسف بعد لدري شو بقول ظهرنا من سيان باراغون سايرين سنتر هذا المول يعني وحين سايرين امبسي مول سايرين نتغدى في مطعم اسمه سنترال هذا المطعم في سنترال امبسي هذا مول عدال سيان بعد نعطي لنا اياه جماعة من هالدبي على الله يحفظهم قالين لنا مكان رقم واحد ولايتي بعيبك انت ما تصلح لك الصوالح المطعم هذا انترناشنال في من كل نمونة بعيبك انت وربعك انت تبد تايفود مثل قطة لكن مقدم على طريقة أوروبية مطعم في من كل نمونة اللي تبون موجود فيه يا غير مش بالطريقة التقليدية طريقة لا مطورة بين السيام وبين سنترال يعني سنترال المسي أقل من 500 متر أو كيلو مشي يعني فنان شد جايين 100 ودي هنا يا غير ما تتكلف في مطاعمه هو الودي الحين بسيل له ان شاء الله يوز يعني اكيد انه بيوز داد لها بطارية تليفوني اللي بقى القيج حمر كان ما يكفل احب احطه على الشاحن لين وصل المطعم وهذا فبنار مستخلاف اذا الله جعلنا من الحيين من اول ما ندخل المطعم ونشوف العلم والخبر بعطيكم الاخبار علي ابوي خف سيره صلاح تعبان؟ تعبان؟ شرتي تعسر مية يا ربي الحرق يا صلاح أحسن حبيبي أحسن هلا صلاح ريولك عبر النك؟ يلا حين حبيبي خلاص وصلنا بسم الله عليك يعان بعد؟ يلا حينه